شاء الله ربنا يسهل واللي يجيبه ربنا كله خير، واحنا بنشتغل لصالح النادي، يعني ما عندناش اي حاجه ان احنا نستفيد من النادي، لا احنا نبقى اضافه للنادي، النادي طول عمره هو اللي سند لينا. فنتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله نبقى يعني كلنا، سواء اي حد هينجح كلنا في النهايه بنساند نادي الزمالك. اكيد 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 اكيد، يعني هو كل واحد ده بيبقى في المجلس خناقه على مين يشتغل على ملف الكوره. ملف الكوره هو العارف النفحه الجيده في الالعاب الرياضيه، يعني شعبيه نادي الزمالك، تاريخ نادي الزمالك، قوم نادي الزمالك، هو كوره. اول قرار نشوف نخلص الضغوط اللي علينا، اللي هي الفلوس اللي موجوده علينا والديون اللي موجوده علينا، هي دي اول حاجه نشتغل عليها نشيلها. تاني حاجه ان احنا نهتم بفريق الكوره ونهتم بيه بشكل كويس، وان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. احنا مش جايين نتخانق، احنا جايين ننقذ نادي الزمالك. يعني اي واحد جاي عايز يعمل حاجه لنادي الزمالك، ما فيش حاجه اسمها ان احنا نقعد. يعني كان امبارح انا كلمت حسين لبيب وقلت له يعني ما ينفعش الكلام اللي بيتقال في السوشيال ميديا، احنا جايين نخدم النادي، احنا مش جايين يعني مش هنقعد نتكلم. فهو يعني كلم معايا وقال لي هم شايفين مصلحه النادي فين، هم بيحبوا النادي، لكن احنا عندنا مشكله كبيره، عندنا دين وكوره الاثنين، وبيت الالعاب كمان ماشيه في نفس الطريق. لكن انا اتمنى ان شاء الله الامور في النادي تصلح، وكلنا اي حد هيجي كلنا هنسنده.